يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار، تنجي من العذاب ويغفر الله بها الذنوب ويدخل بها الجنات، جنات عدن أي جنات إقامة ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة في بنايتها وفي مادة البناء. أتظنون أن مواد أن بناء الجنة من اسمنت وحصى؟ لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. والله لو يبقى الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هذا ثمنا قليلا بالنسبة إلى هذه الغنيمة العظيمة. ولو لم يكن إلا أن ينجو الإنسان من النار لكفى. أحيانا الإنسان يفكر يقول: ليتني لم أولد، أو يكفيني أن أنجو من النار. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليتني شجرة تعضد، ليت أمي لم تلدني. الإنسان يخاف، قد يظن أنه آمن الآن لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مدة قريبة لموته، ما هو بالذراع في العمل، لأن عمله كله هباء، هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، كما جاء في الحديث الصحيح. لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة، لا، المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الإنسان إذا مر على مثل هذه النصوص يخاف على نفسه، يخاف من الرياء، يخاف من العجب، يخاف من الإدلال على الله بعمله. فنسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستغفرك ونتوب إليك.